غير كسوف، المخرج خالد يوسف رشحك لمسلسل سر الباتع قبل احمد فهمي، ليه اعتذرت؟ الموضوع مش كده، هو موضوع ان سر الباتع الدورين كانوا دور واحد، يعني كان حامد القديم وحامد الجديد كانوا دور واحد، يعني احمد السعداني واحمد فهمي كانوا دور واحد الاول. ده كان دور واحد، فحصل الترشيح من استاذ خالد يوسف لاستاذ تامر مرسي على ان انا اعمل المسلسل. كنت انا مرتبط بكلمه مع ياسمين ان انا هعمل معاها مسلسل في السنه دي، ما كانش لسه كنا قررنا هنعمل ضرب نار او هنعمل ايا كان ايه يعني. فانا احتراما للكلمه اللي انا مديها لياسمين فاعتذرت على ما ينفعش يعني، يعني حتى تامر مرسي قال خالد يوسف هو عنده مسلسل مع ياسمين، لكن انا ما رفضتش المسلسل كمسلسل، انا احترمت بس كلمتي اللي انا مديها لياسمين ان احنا متفقين مع بعض، فخلاص احنا هيقنا دماغنا احنا نشتغل مع بعض السنه دي. فعشان اقول لها بقى السلام عليكم انا صراحه هعمل مسلسل تاني، مش صح يعني، مش حلو بالظبط. لكن لما جت الفرصه ان انا اتعاون مع استاذ خالد يوسف في الفيلم في ثانيه ورحت عملته. فكرته جت ازاي المسلسل ده؟ ضرب نار. ان احنا كنا مخلصين اللي ملوش كبير وعايزين نعمل حاجه الناس تحبنا فيها ونكمل النجاح والحمد لله ربنا كرمنا. لا يعني فكرته وهو بيتكتب صعيدي. محمد صعيدي يعني هي الفكره جت ان احنا ان انا اعمل صعيدي وياسمين تعمل شعبي، ان انا كنت طالع من الخديوي كان شعبي فعايز اغير، فقلت اعمل الكوماندا صعيدي يعني وياسمين تعمل التيمة الشعبي بتاعتها اللي هي مورا والكوماندا يعني. فجي استاذ نصر عبد الرحمن وتعاوننا وعملنا المسلسل.